افرض هذا لما مات مو يعني انقطعت صلته بالحياة، ما تزال صلته باقية وروحه موجودة. مو يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول الأرواح تقف ليالي الجمعة على شرفات البيوت، إن رأت أهلها بخير استأنست، وإن رأتهم بشر تألمت. إن هذا في واقع الأمر اللي يتناول الموت يتناول هالجسد، ولا ما يتناول الروح ولا يتناول الموقف. في عزيز يروح من عندي، ومو سهل لما يروح من عندي العزيز أني أنا أمر عليه وأنسى. لا لا، وحقك يعني الوفاء يريد غير هذا. الوفاء نعم، هذا بالإضافة، بالإضافة إلى أن الوقوف على القبر إحنا مو بس نقف لأجل هالأغراض، لا والله، أنا جاي أريد أستجلي موقف، أمجده وأوصل الخير لروحه، لأن أنا أعرف روحه تلتذ، الروح تلتذ إذا قرأت لها القرآن، مثل ما الجسم يلتذ إذا قدمت له الوجبة الشهية من الطعام. فالدين إذن يدفعني لهذا المعنى. يا أخي خليني أنا وعواطفي، أنا أجي مملوء عاطفة، مملوء شعور، مشاعر متدفقة بالحرارة، أي أعتبرها فضيلة، أنا ما أعتبرها عيب، أعتبرها وفاء. أنا ما أقطع حبل الوفاء بيني وبينه، ما انقطع الحبل، لأن هذا روحه بعده ما ماتت، روحه مرفرفة. إذا كان الجسد صار تحت التراب، لا، الروح مرفرفة باقية، الروح حية خالدة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.